ننتقل إلى الحديث 40، حديث ابن عمر. نعم، هل من أحد يحفظه؟ نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهداية فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عادل سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم. ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: في الدنيا كانك غريب أو عاجل السبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أحسنت. ها؟ جاهد. ها؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ليش فلا تنتظري؟ لماذا بالكسر؟ أصلها فلا تنتظر مجزوم. لما؟ قبل أي أمر؟ فلا لا ليس فلتنتظر فلا لا ناهي، هو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. فلماذا نقول فلا تنتظري؟ صحيح، التقاء الساكنين. ذات مرة كنت صغيرا أتيت إلى البقالة وكان العامل فيها رجل عربي من دولة عربية، فأعطيته النقود ورد لي الباقي، فتح الدرج وأخرج النقود قال: خذي. قلت له: ما تستحي تقول لي خذي؟ قال: الله يقول يا يحيى خذي الكتاب بقوة. طيب نسمع شخصا. ها؟ نعم. ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. طيب شخص أخير. نعم. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أحسنتم جميعا. الحديث هذا من أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله. تلاحظون أن الإمام النووي تقريبا من هنا إلى آخر الحديث، آخر 40، وقد بقي من 40 حديثان، وزاد الحافظ ابن رجب عليها 8 أحاديث، فتمت 50. سنمر على 50 كلها إن شاء الله في تتمة الدرس. الإمام النووي بدأ في أواخر النووية يأخذ الأحاديث القصيرة التي تبين شيئا من أحكام الإسلام العامة، أو التي تبين أحوال الدنيا والآخرة، وشيئا يجمع بين ما يحتاجه المسلم في حياته عموما. الحديث هذا مركب من جزئين، الجزء الأول مرفوع والثاني موقوف. مرفوع يعني من كلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني موقوف من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، الجزء المرفوع قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. من الذي يقول كن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولها لمن؟ لابن عمر، وقد أخذ بمنكبيه. قال: أخذ بمنكبي. ما المنكب؟ ها؟
هذا المنكب، ولكل إنسان منكبان، كيف أخذ به؟ وضع يديه عليه. تخيل أنك واقف أمام إنسان تريد أن توصيه أو تكلمه في أمر هام، وقفت أمامه فجعلت يديك على منكبيه، هذا على ماذا يدل؟ محبة واهتمام، وأنت تكلمه بشيء عظيم تريد أن يركز معك. كم تمنيت أن تكون كابن عمر، تقف فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عليك ويكلمك. طيب، لن نكون صحابة، لكن وصلنا هذا الحديث، ابن عمر حفظ هذا الحديث، فهمه، رواه، ثم حكى لنا جملة تخبرك أنه فهم تماما هذا الحديث. لما وضع يديه عليه صلى الله عليه وسلم، ابن عمر والله ما سمع بأذنه وبعينه، سمع بقلبه وبكل حواسه، أمامه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يضع يديه عليه ويحثه بكلام عظيم. إذن هذا الحديث يدل على شيء مهم أحتاجه أنا وأنت، كما احتاجه ابن عمر وبقية المسلمين. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن علينا أن نكون في الدنيا متشبهين بأحد هذين، إما المسافر الغريب وإما عابر السبيل. الغريب الذي ليس من أهل البلد، كن في الدنيا كأنك غريب. وأفضل من يفهم هذا الحديث أنتم، الواحد منكم غريب ليس في بلده. كل وافد إلى بلد غير بلده هو في غربة، ربما كانت الغربة شديدة أو ربما كانت خفيفة. في النهاية أخبروني بالصدق عن مشاعركم، هل يحس أحدكم هنا في بلد غير بلده، وإن كانت مكة التي تهواها أفئدة المسلمين، وإن كانت المدينة بلد الحبيب عليه الصلاة والسلام، مهما كان البلد سوى بلدك الذي ولدت فيه وعشت فيه وكبرت فيه وجئت بعد ذلك العمر، أي بلد، هل تجد فيه راحة قلبك وفرحة فؤادك واستقرار نفسك كالبلد الذي أنت من أهله؟ أبدا لا يكون. طيب، هب أنك ستبحث عن بيت لتسكنه خلال دراستك هنا، بالله عليك، هل ستشتري سيارة أو تبني بيتا أو تصنع شيئا هنا كما الذي تفعله في بلدك؟ أبدا. السيارة ستقبل بأي شيء يعني تمشي به خلال الفترة، البيت لن تبني بيتا ولن تشتري لأنك ستتركه، فلماذا تدفع؟ فإذا استأجرت شقة أيضا لن تنفق فيه أغلى الأثمان لأنك ستتركه وتمشي، صح؟ هكذا يفعل العقلاء. طيب، ماذا لو وجدت مسافرا غريبا في بلد، ثم هو جلس يفعل في البلد كأنه ليس غريبا، كأنه مقيم في البلد؟ الناس يقولون هذا أحمق، حتى لو قلت لي لكنه غني وأمواله كثيرة ولا يبالي، حتى هذا هو من التبذير الذي يدل على طيش وحماقة. يريدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعيش دنيانا هذه كأننا غرباء. كن في الدنيا كأنك غريب. إذن الغريب كيف سيفعل؟ دخل رجل بيت أبي ذر فما رأى شيئا من المتاع في البيت، لا في الفرش ولا في الأثاث ولا، ما رأى شيء. وأبو ذر من زهاد الصحابة رضي الله عنه، ما رأى. قال: يا أبا ذر، أين متاع البيت؟ لا أرى شيئا. فقال: إنا نوجه لدار نعد لها. يقول: أنا سأترك هذه الدار ومتجه إلى دار أخرى. فهم الرجل أنه يقصد الدار الآخرة، ولهذا هو ما اشترى شيئا ولا أثث بيته. فقال: لكنك ما دمت هنا تحتاج إلى متاع، يعني طالما أنت موجود هنا تحتاج إلى متاع. فقال أبو ذر: لكن صاحب الدار لا يدعنا. يعني حتى لو فعلت في النهاية صاحب الدار لا يدعنا، لا يقبل، لا يرضى لنا أن نجلس هنا. يقولون من وصايا عيسى عليه السلام لبني إسرائيل، يقول: هذه الدنيا أعبروها ولا تعمروها. يقول: أعبروها ولا، يقول أعبرها يعني اجعلها عبورا لك لكن لا تعمرها. ما فائدة هذا يا إخوة؟ هذا يحقق في النفوس شعورا نحتاجه معشر المسلمين. ما هو هذا الشعور؟ الزهد، جيد، ها؟ قصر الأمل، يعني لا تجلس تفكر كثيرا أنك ستفعل وتعيش وتفعل، جيد.
أيضا يعطيك حقارة الدنيا، يعني كم سنة ستعيش؟ 40 50 60 سنة؟ يا أخي هذه لا شيء. قال كن في الدنيا كأنك غريب، أو من عابر السبيل. عابر السبيل هذا أسرع من الأول، الغريب قد يبقى شهرا سنة سنتين، عابر السبيل لا، هو في طريق، ربما وقف ليأكل ويشرب وينام ويمشي. أليس في الحديث الذي أخرجه بعض أصحاب السنن لما قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. يقول الدنيا كلها هكذا، كمسافر في الطريق وجد شجرة نزل تحتها، نام قيلولة ثم استيقظ ومشى. الحياة الحقيقية ليست في الدقائق التي نامها تحت الشجرة، هو ما قبل وبعد. دنيانا هذه كلها كنومة ذلك الرجل تحت الشجرة. بالله عليكم، أليس من الحماقة أن الإنسان في الدنيا التي يكون فيها غريبا أو عابر سبيل يعيشها كأنه يعني باق فيها مخلد إلى يوم القيامة، ثم اجتهاده وهمته كلها ستكون في هذه الدنيا. ولهذا أيضا من أثار علي رضي الله عنه يقول: إن الدنيا أصبحت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. يقول عجبا، يذكر أيضا عن بعض السلف، يقول عجبا لمن يرى الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة فيعمل للمدبرة ويعرض عن المقبلة. الآن أنت كم عمرك؟ أصغر واحد كم؟ 20 سنة؟ نقول 20. 20 سنة مضت من حياتك، إذن العداد ينقص، والأيام الباقية في حياتك في نقصان. ربما كان في علم الله أنك تعيش 60 سنة، مضى منها 20، كم بقي؟ إذن العدد يتناقص. وبعضنا ربما بقي منه شهور أو سنوات أو أسابيع أو أيام أو ساعات. هذا الذي ينقص وهو معرض لازلنا منشغلين به. والأمر العظيم الذي سنقبل عليه لا محالة وهو الآخرة والجنة والقصور والأنهار والحسنات والطاعات وبناء تلك القصور التي نحتاجها، ما زلنا نؤجل نقول ليس بعد ما فعلنا، أو نفعل شيئا قليلا قليلا لا يدل على أننا نهتم لها كثيرا. الحديث بصراحة باختصار شديد يعيد عندنا طريقة التفكير في الحياة، يعيد لك الميزان، ضع الميزان أمامك. أرجو أن لا يفهم أحد من هذا الحديث أنه ينسى دنياه تماما، وبالتالي لا يحرص على زوجته ولا أولاده ولا بيته ولا رزقه ولا معاشه، هذا ليس مطلوبا. الإسلام يريدك أن تعمل بإنصاف. ابن عمر فهم الحديث، ماذا قال؟ قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، هذا الذي فهمه قصر الأمل، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا خلاصة الحديث، قصر الأمل. نحن الساعة كم الآن؟ 7:30؟ 8:00؟ كم بقي على الصبح؟ على صلاة الفجر؟ غدا ماذا عندك؟ اختبار، واجب، دراسة، ماذا عندك من مواعيد؟ ربما كان عندك موعد طبيب بعد 2 أسابيع، وعندك زيارة ولقاء الجمعة هذه القادمة، أكيد رتبت شيئا تفعله أو تصنعه. عندنا جدول مواعيد يمتد إلى أيام وشهور وسنوات، ولازلنا نفكر ونخطط، هذا مطلوب. لكن الذي ليس مطلوبا أن تنسى آخرتك وتعلق قلبك بدنياك. بعضنا من شدة انشغاله بدنياه يضيع حتى عن حق الله، عن الواجبات، منشغل ومرتبط ومواعيد وأعمال. يا رجل إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كم واحد فينا الآن ينتظر الفجر، ينتظر العشاء، ينتظر 10 ليلا، ينتظر غدا الظهر؟ نعم. طيب ما معنى قوله فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر؟ يعني مهما اجتهدت وأخذت بالأسباب، لكن اجعل في نفسك شعورا أنك قد لا تدرك. هذا الذي نفقده، الجملة الأخيرة. نرتب ونفعل ونسعى، لكن نحتاج الجملة الأخيرة: اجعل في داخلك أنك قد لا تدرك ذلك الوقت. والله يا شباب هذه الجملة الأخيرة تغير شعورك من الداخل تماما. إذا جئت صلاة العشاء الآن، وقفت وقلت أصلي العشاء وعندي موعد غدا في الصباح،
وسأصلي الفجر إن شاء الله في المسجد الفلاني، أو اتفقت مع صديق ننزل للحرم نصلي، كل هذا الترتيب جيد، لكن إذا وقفت اجعل في داخلك شعورا قد تكون هذه آخر صلاة، صدقني جرب وانظر كيف ستصلي. إذا كان شعورك أنها آخر ليلة لك اليوم، وأنت إلى اليوم ما قرأت وردك من القرآن، أو تأخرت فيه، أو ما راجعت حفظك الجديد، وجعلت في شعورك قد لا أدرك الصباح، ستحاول أن تستدرك ذلك. هذا الميزان يا إخوة والله يبعد التسويف من حياتنا، يجعلنا أكثر اجتهادا، يجعلنا أكثر قربا من الله، يجعلنا أكثر زهدا في الدنيا، وبالتالي مهما فات من الدنيا، لأن قلبك باستمرار يتذكر يا رجل قد يكون هذا آخر يوم في حياتك، فلماذا تخاصم زوجتك؟ قد يكون هذا آخر يوم في حياتك، لماذا تظل مقاطعا لجارك؟ قد يكون هذا آخر يوم في حياتك، إلى متى تتأخر في الاتصال عن أبيك وأمك؟ قد يكون هذا آخر يوم في حياتك، لماذا لا تصلح هذا؟ قد يكون هذا آخر ليلة في والله هذا الشعور يا إخوة سيجعلنا من جديد نفكر بطريقة أخرى في إصلاح ما أمكن. طيب، عشنا يوما جديدا، يحاول الشيطان أن ينسيك هذا الشعور، لأنه والله ما عمرت القلوب بمثل تذكر الآخرة ونسيان الدنيا. هذه الحقيقة لعمارة القلوب، كل من كان متذكرا للآخرة أكثر كان في حياته صالحا أكثر، لأنه يتذكر الجنة والنار دائما. جاء اليوم متعبان وقال والله اليوم قد لا أصلي الوتر، وأنا الحمد لله مصلي أصلي كل ليلة، لكن أحيانا مع شدة التعب، وإذا تركتها مرة هذا ليس واجبا، لكن لو جاءه شعور يا رجل قد يكون هذا آخر ليلة في حياتي، والله سيقوم ويصلي مهما كان متعبا، يريد أن يودع حياته بعمل صالح، وهكذا سيفعل في كل شأن من شؤون الحياة، حتى المعصية. إذا جاء الشيطان وقال افعل، انظر، اسمع، اطلع، افعل كذا، يأتي هذا الشعور. طيب ماذا لو قبض الله روحك وأنت هكذا؟ ماذا لو جاءك ملك الموت وأنت على المعصية؟ ما تقبلها، لا ترضاها، ستقول أعوذ بالله، معاذ الله، تبت إلى الله، وتقلع وتعود، وهكذا والله سنعيش حياة أكثر صلاحا، أكثر زهدا في الدنيا، أكثر إقبالا على الآخرة. هذا هو حياة القلوب الحقيقية، هذا نحتاجه بصدق. طلاب العلم يا شباب، نحن والله أحوج من نكون من الأمة إلى أن نفهم هذه المعاني وأن نعيشها في حياتنا، الزهد في الدنيا، الإقبال على الآخرة. مرة أخرى سأقول، ليس معنى هذا أن لا نبحث عن مال ولا عمل ولا تجارة ولا زوجة ولا أولاد، لا لا لا، ليس هذا معناه، لكن معناه ألا نطمع كثيرا، معناه قول الله في سورة الحديد، لكي لا تحزنوا على ما ولا تفرحوا بما آتاكم. الشيء الذي فات لا تحزن عليه، والذي وجدته لا تفرح به كثيرا، الذي وجدته سيذهب والذي فقدته سيعود. هذا التوازن، الله يقول لا تحزنوا كثيرا ولا تفرحوا كثيرا، بل الله عز وجل يقدر ما يريد لعباده. كذلك المصائب إذا حلت بالإنسان، الموت، الفقد، الخسارة، الشيء الذي لا تحبه النفس، لا تحزن كثيرا، كل هذا سيعبر، سيمر بك، سينتهي. كم من إنسان كان يريد أن يفعل ويريد ويريد، يريد أن يطلب العلم، يريد أن يكون فقيها، يريد أن يكون محدثا، يريد أن يكون عالما حافظا للقرآن، يريد أن يرتبط بالمسجد الحرام، وكل يوم يكون له فيه صلاة أو طواف، وكل مرة سيقول ليس الآن، غدا، ليس اليوم، بعد غد، ليس هذا الأسبوع. فكلما جاءك هذا الشعور لا تستطيع أن تعالجه بشيء أنفع من هذه الوصية. ابن عمر كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني ماذا يمكن أن تفعل من شيء قبل أن تغادر الدنيا؟ افعل. صح في بعض طرق الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأحد الصحابة صلي صلاة مودع، إيش يعني؟ كأنها آخر صلاة لك. جرب هذا الشعور، والله يا إخوة ستختلف صلاتك. إذا جاء رمضان اجعل في داخلك هذا الشعور، قد يكون هذا آخر رمضان في حياتي، جرب كيف ستصوم، كيف ستقوم الليل، كم ستختم القرآن، سيختلف شعورك. شعور الوداع يا إخوة يغير فينا كثيرا. أنتم بما أنكم تسافرون، أنا أخبرك، آخر يومين لك في البلد قبل أن تسافر وترجع إلى هنا، بالله كيف شعورك مع أسرتك وأقاربك وأصدقائك؟ ها، هذا هو. وبالتالي حتى لو وجدت شيئا يغضبك أو يسيء إليك أو يحزنك، كيف ستتعامل معه؟
بالاحتمال صح؟ ستقول لا داعي لمشكلة وأنا سأغادر غدا أو بعد غد، ستحتمل. والله يا إخوة هذا الشعور يعطيك نفسا كبيرة جدا، تحتمل المصائب، تحتمل الأحزان، تحتمل الآلام، أيضا يعطيك نفسا كبيرة تتحمل الطاعة والمشقة وجهاد النفس والهوى، يعطيك نفسا كبيرة تطمع فيما عند الله وتسأل الله، وتعطيك نفسا كبيرة تتقوى على الشيطان. هذا شعور عجيب لن تجده في دواء، ولن تجده في كتاب ولا في درس، تجده في هذه الوصية. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، اختصر لك كلاما كثيرا. انظر إلى الغريب ماذا يفعل؟ سيبحث عن سكن، لن يجلس في الشارع ويقول ليست بلدي، هو سيسكن، لكن أي سكن سيأخذ؟ كيف سيؤثر؟ هذا العقل، هذا هو. ليس مطلوبا منك ألا تتزوج ولا تبني بيت ولا تشتري سيارة ولا تدخل في تجارة ولا تبحث عن عمل، هذا ليس مطلوبا، لكن افعل كما يفعل الغريب. تقول طيب لكن إذا رجعت في الصيف لن أكون غريبا. أنت هنا في غلست غريبا في الدنيا. الحديث يقول كن في الدنيا كأنك غريب حتى لو كنت في بلدك وأهلك، إنما هذا لتقريب الصورة لك، أنت تعيش شعور الغربة وتعرف ما معناه. هناك في البلد الوضع يختلف، في الدنيا غربتنا هنا، وأين قرارنا؟ نعم، هو مسكننا الأول هناك. أليس مسكن والدنا آدم عليه السلام في الجنة؟ يا إخوة الدنيا هذه كلها رحلة قصيرة، وعلى البشر أن يعودوا إلى مساكنهم الأولى في الجنة، لكن للأسف في هذه الرحلة خلق كثير يضيعون الطريق، لا يرجعون إلى الجنة، يدخلون حفرة جهنم. إياك أن تكون من هؤلاء. الإسلام جاء ورسم لك الطريق، قال انتبه، آدم خرج من هنا، ذاك باب الخروج، باب الدخول هنا. تريد أن تعود هذه الدنيا فيها بحار، فيها أمواج، فيها شبهات، فيها شهوات، استمسك جيدا لا تغرق في البحر، لا تسقط من المركب، أمسك جيدا هذا الحبل كتاب الله، هذه النجاة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمسك جيدا، مهما اشتد المركب عليك أن تكون ثابتا. الرحلة ستنتهي قريب، الشاطئ هناك، انظر اقتربت الساعة، قريب قريب، لكن أثبت، اصبر قليلا. حياتك هذه 60 سنة 80 سنة 90 سنة، هذه كغمضة عين تمشي سريعا، ما تستطيع أن تصبر؟ اصبر، هناك النعيم. هذا كله كلام فاضي، والله لو أوتيت مال قارون، وقلت هذا في درس سابق، وملكت 100 قصر وألف طائرة وما أدري كم تريليون دولار، في الأخير كم دارا ستسكن من هذه 1000؟ دخلت هذه الواحدة فيها 1000 غرفة، كم غرفة ستدخل؟ هذه الغرفة 1000 متر، كم متر ستجلس فيه؟ خلاص يا أخي، خلاص يا أخي، بالعقل يعني في الأخير هذه السعة كلها، والله في الحقيقة أنت لا تستفيد منها شيئا، في الحقيقة أنت لا تستمتع بها كلها. رصيدك في البنك ما أدري كم تريليون دولار، كلها في جيبك وأنت تمشي بها؟ ما تدري، ما تدري حقيقة في الأخير كم ستأكل، كم ستشرب؟ معدة واحدة، وضعوا أمامك طاولة فيها ما أدري كم متر من الطعام من كل شكل من كل لون، طيب كم ستأكل؟ والباقي هذا ما هو؟ الباقي هذا ليس لك، ليس لك. تقول بفلوس اشتريته، أهلا وسهلا، ليس لك، خذه كله، ما تستطيع، ليس لك. أخذه العامل أكله، أعطوه البهائم أكلته، هو ليس لك. طيب في الأخير أنت لماذا، لماذا هذا الغرق في الدنيا؟ الدنيا هذه كما قلت لك بحر، من سقط فيه غرق. والدنيا والدين يدلنا كيف نعبر هذا البحر بسلامة. نعم ربما جاء من الموج هذا ماء عالي هكذا فقذفك، فجاءت ثيابك تبللت بالماء، اصبر تحمل، هذه مصائب تمر بالإنسان وبلايا تعبر به، لكن اصبر حتى تكون النهاية هي السعادة التي يريدها المسلمون. ختام الحديث نقول ربما يتيسر لنا في اللقاءات السابقة أن نجمع حديثنا وحديثين حسب الحديث، ولأنه ربما نتوقف في بعض الأسابيع بسبب أسفارنا وأشغال، فلننتهي إن شاء الله بنهاية الفصل من 10 الأحاديث الباقية. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.